كان الكيس بلا ثمن يذكر، ولكنه اليوم أصبح سعره معدودا كما باقي السلع. يصل سعر الكيس العادي اليوم إلى 1000 ليرة لبنانية تقريبا باحتسابه على سعر الدولار. بعض المحال التجارية تخلت عن الأكياس جزئيا، والبعض الآخر قام باستعمال أكياس غير مطابقة للمواصفات، ومن بقي على الجودة السابقة فهو مضطر على احتساب سعر الكيس ضمن الفاتورة ولو بشكل غير مباشر. فرق الدولار لعب معنا فرق كتير كبير بالسوق. اليوم فرق الدولار عمل من الكيس منافس للربح، لأنه الكيس عالي سعره على صرف الدولار، أكيد صار رقم ما فيك تتجاوزه ولا فيك تعده غير موجود. اليوم صار رقم عالي، هو شريكك بالربح، هو منافس لإلك إذا بدك، هو البضاعة اللي عم تدفع حقها دولار على سعر دولار اليوم، ولكن غير مردود لأنه هو يوزع بالمجان. في عندك زبون الكيس التجاري كان يطلب نوعية معينة، اليوم صار نوعية تانية. ليه؟ لأنه كمان صار بيدور على الرقم اللي بده يدفعه، فصار في موضوع استرخاص بنوعية الكيس إذا بدك. هيدا شيء يعني فيك تقول أنه سيء جدا. قديما قبل الأزمة كان مرغوب الكيس الرقيق الباب أول اللي بيعد كمية اللي سعره بيبقى أعلى من غيره، بس ما بيبقى مشكلة لصاحب المنشأة. اليوم صار الكيس لما بده يطلب صاحب المنشأة أول شيء بيسألك، ما بيسألك على النوعية ولا العدد ولا أي مواصفات بتهمه، كل شيء بيهمه قدي بده يدفع هلأ بهاللحظة هيدا. فراح على الموضوع رخيص، والرخيص مش دايما صحي. أكيد في عندك البواب اللي عم تنباع بالسوق اللي هي فرم نفايات مكررة، هالقصص هيدي كلها أمراض مؤقتة، أمراض قادمة. هلا أنت في عندك نقطة كتير مهمة، في عندك أي كيس لما تحط فيه شيء ساخن، شيء له علاقة بوجبة سريعة، في شيء بهيدي الحرارة، هيدي المواد ترجع تتمدد، فممكن انك انت بعد فيك انت تشم ايدك بتشم ريحة مثلا مش ظريفة ابدا. هيدي الاكياس متوفرة بالسوق بشكل كتير كبير. ليش؟ لانه بيخدم السعر، سعره قليل. من شوي كنا عم نقول انه الزبون دايما بيروح بيشتري السعر، مش عم يشتري منتج، عم يشتري سعر قد بده يطلع من جيبته. انا بقول لصاحب السوبر ماركت، لصاحب المحل، لصاحب المطعم، لصاحب سناك، هول بقول لهم انه تبعون الكيس. واما عن الاكياس المطبوعه فتلك قضيه اخرى. مجال طباعه الكيس تراجع على مستوى عالي جدا. ليش؟ لأنه ما بقى في زبون ضمن استمراريته بمكانه، هيدي أولا. اثنين، الكوست عليه عالي تيجي يدفع لك، لأنه في كمية محدودة لازم يتجاوزها بالطباعة. فزبون المطبوع فينا نقول نزل لـ20% إذا ما أكثر. يذكر أن أكثر من 80% من الأكياس المنتشرة في السوق في الآونة الأخيرة هي أكياس مصنعة من إعادة التدوير، وهي بالتالي غير صالحة إطلاقاً للاستعمالات المنزلية والمأكولات وما شابه.